تقلل ولا اي حاجه. شوف بقى هيعملها ازاي الروبوت، هيعملها على الارض عاليه شويه برضه، كل الدفاع من وراهم شلونك؟ ما في احلى من هيك. دخلك فاتن شو؟ لا فاتن منيحه، صارت عم تشجع المغرب. ايه الله يكثر خير. مش كذابه هالبنت. هل المهم طمنيني، شلون دراستك؟ ممتازه. هلا بس تخلص المباراه برجع بكمل دراسه. الله ينجحك يا امل، عم بدعي لك. ها عن جد؟ ايه مشان الله خليكي عم تدعي لي انه الله يوفقني. الله يوفقك يا رب. مع السلامة. على فكرة العرقلة الرعب بتاع كل اللاعيبة والمدربين، مفيش أي لغاية دلوقتي مباراة 18 مفيش حد اتضرب بالعرقلة من خلف. روبرتو كارلوس، رونالدو يخش يقطع من قدامه يوسف روسي جونيور اللي اتدفر بدر طبعا زي الرأس يمسكها بإيد. الو وزير الشباب والرياضه ونجم العالم كله في البرازيل بيعلق على التلفزيون. الو طفرين